صباح الخير، صباح الخير لكل اللي بيحبوا هشام خضور. صباح الخير لكل الجالية اللبنانية بأستراليا. صباح الخير للجميع. بدنا نخبركم شي حلو. الحمد لله بالتوفيق من رب العالمين. اليوم اجتنا الفيزا على أستراليا. بدي اتشكر الدولة الأسترالية منحتني الفرصة أعطتنا الفيزا. بدي اتشكر مزيكا برودكشن بخص الياس. بدي اتشكر حبيب القلب يلي تعب كتير وانا عارف تعب كتير، الاخ والصديق متعهد نبيل العرجة لجهوده. اكيد مدام توسيت ليسا كمان الى شكر كبير. كمان بدي اتشكر زفة التراث اللبناني في لبنان واستراليا، حبيبي وصديقي وسام مرعي. المطلوب منكم كونوا على الموعد ان شاء الله بثمان الشهر، الحفلة مستمرة ان شاء الله. رح كون معكم على الموعد، رح نولعها. انا بعرف اصدقائي واحبائي واصحابي وقرايبيني ما حيخجلوني ورح يكونوا كلهم على الموعد، ورح اكون حبيبكم هشام معكم على الموعد بثمان الشهر مطعم السمرلاند. ثمان الشهر كونوا كتار، كونوا على الموعد. هشام خدور بحييكم، شكرا لكم.